السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض موقع حلو قوي عشان تدير المشروع بتاعك وعشان تدير فريق العمل ويبقى الشغل منظم، تمام؟ لان اللي بيحصل بيبقى عندنا فريق عمل ممتاز بس ممكن كذا واحد يقوم بنفس الشغل فيبقى الموضوع في مشكله. تخيل مثلا انت جبت بنطلون جديد بس طلع تقول عليك فقلت لو سمحت حد يقصره، فأختك وزوجتك وأخوك صغير والناس اللي انت بتعرف تبلطج عليهم يعني قعدوا كل واحد أثر جزء فبقى شورت مبقاش بنطلون. فالفكرة كلها بس ايه بموضوع تنظيم. فهو الموقع basecamp.com بقول له مثلا انا عايز ابدأ اضيف تيم معين، ده هنا اسم المشروع اللي انا اخترته. بيقول عايز اسمي التيم ده ايه مثلا، هقول مثلا سميه ار مثلا. طيب التيم دوت انت عايز تضيف من فيه، عايز تحط ايه تو دو، حاجات المفروض تتعمل، هقول له مثلا احنا المفروض نعمل زومبا في حد او نعمل مقلب في حد مثلا. يعني هتكتب الحاجات المفروض تتعمل في المشروع دوت، تمام، وايه التفاصيل بتاعتها وكل واحد فيهم ممكن هيعمل فيها ايه. هتقول مثلا طبعا المفروض يبقى عندك كذا كذا حد في قلب الشركه، فهنا بتكتب اسامي التيم بحيث تسجلهم. وبعد كده انا السكادول من امتى مثلا، تمام. دي وظيفه اضافت. واي حد يقدر يكتب كومنت او يرفع ملفات على الموضوع دوت، تقول مثلا كامب فاير. عايزين نعمل سكادول يوم كذا، المفروض مثلا هيبقى فيه ايفنت عندنا مثلا هيحصل كذا كذا كذا. وانا لو عندك كذا حد موجود بتقدر تحطهم كلهم. طيب خلينا نرجع للهوم. فده التيم. في بقى بروجكت، ممكن تبدا بقى تعمل بروجكت، تمام، وتبدا بقى برضه تقول مثلا عند الاسكادولات في المشروع ده قد كده في تشيكن، وتدينا انذار مثلا في وقت كذا، تمام. كل مثلا يوم تلات بعت لنا قول لنا مثلا ان احنا المفروض نبعت كذا او في اجتماع يوم كذا. وبلاش نكتر من الاجتماعات، انا بحس ان الاجتماعات تضيع وقت، فيعني سيطروا على الاجتماعات قدر ما يمكن، تمام. فهو موقع ممتاز جدا تقدر تنظم بيه كذا مشروع، تنظم بيه كذا فريق عمل وتديهم مهام. طبعا هتضيفهم معاك بحيث لما تحصل اي حاجه تقدر تتواصل معاهم وتبعت لهم من خلال الموقع.